بشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. يا جماعة هنعمل فكرة جديدة وديكور جميل جدا هيك بحضراتكم ان شاء الله. اللي أول مرة شفنا يا جماعة ما تنساش عاملة باللايك والشير والشيك في القناة. كان هذا شباب نشأة هتعمل اسطمبة بقى نخش على الديكور. نبدأ على بركة الله. تمام زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات هنجيب برجل ونعمل دوران 10 سنتي. الدوران ده حضرات زي ما حضراتكم شايفين قطره 10 سنتي. طبعا لو الجنب كبير ممكن تعمل 15 سنتي 20 سنتي حسب الجنب. تمام حضرات هنعمل دوران 10 سنتي. بعد كده هنعمل خط في النص زي ما حضراتكم شايفين كده حضرات. ونعمل هنا كام 10 سنتي نفس النظام 10 سنتي وهنا 10 سنتي وهنا 10 سنتي. هنعلم هنا 10 سنتي وهنا 10 سنتي ونبدأ نعمل مكعب زي ما حضراتكم شايفين. نعمل خط كده وخط هنا زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نوصل يا جماعة من الزاوية ديت للزاوية ديت زي ما حضراتكم شايفين. ونبدأ نوصل من الزاوية اللي في النص ديت للزاوية اللي فوق. هنعمل مكعب بالظبط يا حضرات زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده. ونبدأ نوصل من الزاوية ديت للزاوية ديت. بأصبح عندي كده كام 10 سنتي 10 سنتي في 10 سنتي. يبقى المكعب ده كله 10 سنتي في 10 سنتي في 10 سنتي. والدوران ده 10 سنتي. هنقسم العشرة دي 5 سنتي ونعمل نقطة. ونبدأ نعمل مثلث زي ما حضراتكم شايفين. بالمثلث ده كام 5 سنتي في 5 سنتي. ونعمل خط بالطول 5 سنتي. وهنا 5 سنتي. قسمنا العشرة 5 سنتي. وهنا 5 سنتي وهنا 5 سنتي. هيبقى كله نفس النظام. هنقسم العشرة دي 5 سنتي. ونعمل مثلث 5 سنتي في 5 سنتي. وهنا 10 دي نقسم 5. ونبدأ نوصل زي ما حضراتكم شايفين حضرات. هنعمل الجنب التاني برضك. هنقسم العشرة دي 5 ونعمل مثلث 5 سنتي في 5 سنتي. وهنا مثلث 5 سنتي في 5 سنتي. تمام يا حضرات بالمنظر ده. بعد كده نجيب البرجل ونبدأ نعمل دوران زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل دوران الناحية التانية برضك بالمنظر ده كده يا حضرات. ابتديت اعمل الاسطمبة سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة حضرات. بس نركز مع بعض عشان الديكور يطلع لك مظبوط. بعد كده قصتها وفرغتها زي ما حضراتكم شايفين. ده شكل الاسطمبة مقصتها وفرغتها. ونبدأ نحدد الديكور بتاعنا بالمنظر ده حضرات زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل اسطمبة تحت اسطمبة بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين حضرات. نبدأ نخطط الاسطمبة بتاعتنا. بس بالله عليكم أول مرة شوفنا ما ينساش يدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. تمام يا حضرات عشان يوصلنا كل جديد. تمام هنبدأ برضو إيه نحط الاسطمبة كده ونبدأ نخطط الاسطمبة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ نخططها وبالراحة ما تستعجلش واحدة واحدة. تمام ونبدأ نحط الاسطمبة من فوق زي ما حضراتكم شايفين حضرات بالمنظر ده. تمام حط الاسطمبة تحت اسطمبة بالمنظر ده كده حضرات. طبعا الديكور سهل جدا ما فيهوش اي صعوبة يا جماعة. طول ما انت عامل الاسطمبة صح الديكور هيطلع معاك مظبوط. الديكور جميل جدا وشيك وراقي يا جماعة. ممكن طبعا ده مناسب في بلكونة ممكن تعمل في اوضة النوم ممكن تعمل في ريسبشن ممكن تعمل في الصالة زي ما حضراتكم زي ما تحب يعني. زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات نبدأ نحضر الاسطمبة بتاعتنا بالمنظر ده. تمام طبعا نعمل نقطة في النص عشان نبدأ نعمل المكعب بتاعنا من تحت. تمام نبدأ نخطط الديكور بتاعنا بالمنظر ده كده حضرات. تمام المرحلة بعد كده هنعمل عمود هنعمل مكعب المنظر ده كده حضرات زي ما شرحنا في الاسطمبة. هنعمل خط بالطول كده اللي هو 10 سنتي 10 سنتي في 10 سنتي. تمام زي ما حضراتكم شايفين حضرات بالمنظر ده. ونوصل شكل المكعب بالمنظر ده كده حضرات. تمام المرحلة اللي بعد كده يا جماعة بعد ما نخلص التخطيط اللي هو المكعب ده هنجيب قطعة الكرتونة اللي احنا عملناها اللي هي الدوران ديت قصتها وفرغتها. هوري حضراتكم دلوقتي بعد ما نخلص التخطيط اللي هو المكعب دوت هنجيب قطعة الكرتونة. طبعا انا قصتها الاسطمبة اللي انا عاملها قصتها اللي احنا شرحناها قصتها وفرغتها وهنعمل بيها الدوران بتاعنا.
تمام بالشكل ده كده حضرات. هديك قطعة الكرتونة اللي انا قلت عليها، قصيتها انا وفرغتها عشان نبدأ نعمل ايه الدوران بتاعنا بالمنظر ده كده حضرات، زي ما شرحنا في المستنبه بالظبط. طبعا قصيت الكرتونة دي وفرغتها عشان نعمل بيها الدوران، تمام بالمنظر ده. طبعا بعد كده مرحلة الدهان كنت عامل سلسلة تدريب الألوان إن شاء الله، سيبها لكم في صندوق الوصف هتعجب حضراتكم إن شاء الله. ابتديت أعمل ألوان اللون الأحمر الفاتح واللون النبيتي، درجات اللون الأحمر الفاتح واللون النبيتي يا جماعة، وابتديت أعمل اللون الأسود هسيبها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف وفي شاشات النهاية، تمام يا حضرات. طبعا دي هنعملها باللون الأسود زي ما حضراتكم شايفين. المثلثات دي إن احنا شرحناها، إن احنا عملناها في الإسطمبة أو على الجدار، إن احنا هنعملها دي المثلثات دي كلها تعمل باللون الأسود، تمام يا حضرات. المرحلة بعد كده هنعمل اللون النبيتي الغامق بعد ما نخلص مرحلة اللي هو الدهان اللون الأسود دوت. بعد كده هنعمل اللون النبيتي يا جماعة، شكلها عاملة الضفيرة، ضفيرة متداخلة في بعضها يعني، ده ديكور 3D ثلاثي الأبعاد، تمام يا حضرات. بعد ما نخلص مرحلة الدهان اللون الأسود تمام، هنخش على مرحلة اللون النبيتي. ده اللون النبيتي يا جماعة. طبعا كنت عامل سلسلة تدريب الألوان إن شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف، درجات اللون النبيتي الغامق والفاتح، تمام. ده كله اللي هو المكعب اللي هو اللي تحت دوت هنعمله باللون اللي هو النبيتي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، هيبقى كله نفس النظام، ده كله هيدهن باللون النبيتي، تمام. وإن شاء الله هظبطكم برضك في صندوق الوصف مجموعة فيديوهات هتعجب حضراتكم إن شاء الله. تريت عامل ألوان وديكورات جديدة إن شاء الله هتعجب حضراتكم، مش عارف إن شاء الله هظبطكم في صندوق الوصف فيديوهات هتعجب حضراتكم إن شاء الله. تريت عامل فيديوهات مكعبات 3D ثلاثي الأبعاد، تمام يا حضرات. ده كله هيدين باللون النبيتي عفوا. إن أول مرة شفنا يا جماعة ما ينساش دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. بعد كده هنعمل اللون الأحمر الفاتح يا جماعة، ده اللون الأحمر الفاتح برضو كنت عامل سلسلة تدريب ألوان، درجات اللون الأحمر إن شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف وفي شاشات النهاية وفي مجموعة فيديوهات إن شاء الله 3D هسيبها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف وشاشات النهاية تعجب حضراتكم إن شاء الله، تمام يا حضرات. ده كله هننهي الدهن باللون الأحمر اللي هو الفاتح أو اللون الوردي، تمام يا حضرات. تمام ده كله هندهن باللون الورد زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات. بعد كده هنعمل درجات اللون الأحمر الغامق شوية، دي درجة من درجات اللون الأحمر يا جماعة الصريح، ده الأحمر الصريح الطبيعي، تمام يا حضرات. كنت عامل برضك سلسلة تدريب الألوان اللون الأحمر ده شبالكم إن شاء الله في صندوق نص. خدوا جولة كده واتفرجوا على القناة، القناة تعجب حضراتكم إن شاء الله، في سلسلة مجموعة ألوان إن شاء الله تعجب حضراتكم و3D ثلاثي الأبعاد، تمام حضرات. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملنا باللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد وفكرة ذكورية جديدة إن شاء الله، ومشاهدة ممتعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.